تعالوا كده واحنا في الافكار، يعني انا وعدناكم النهارده انه بجد التساعه النهارده بتتكلم اخضر اصلا، كلها خضراء يعني وكلها طاقه ايجابيه، وصدقوني الطاقه الايجابيه هي اللي تاخدنا ليوم افضل والغد افضل بكتير. الرحله اللي هنروحها دلوقتي رحله هسميها رحله قمه المناخ، رحله خضراء ونظيفه ورحله بيئيه وسياحيه وترويجيه وحاجه كده جميله. مغامر، مغامر اسمه علي عبده. عمل ايه علي؟ علي قرر ان هو يجوب من خلال محافظات مصر، عايز اقول لكم محافظات مصر دي بديعه، ويمشي بدراجته الكهربائيه يعني، ويوصل من المحافظات دي لحد ما يوصل شرم الشيخ، وده عشان يعمل توعيه بالاثار المترتبه على التغير المناخي، يعني ايه اللي ممكن يحصل بالتغير المناخي واهميه الحفاظ على البيئه. الصوره زي ما انتم شايفين ده المغامره اللي قام بيها علي وهو بيتنقل ما بين محافظات مصر. خليني كده نوقف الصوره زي ما بنقول وناخد صوت علي. مساء الخير المغامر علي عبده. مساء الخير يا علي. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اولا الفكره جت ازاي يا عبده؟ يعني جات لك فكره ازاي يا علي؟ الفكره الحقيقه يعني انا من زمان بسافر بالموتوسيكل مصر، لفيت كل محافظات مصر بالموتوسيكل. بدات من منين؟ المحافظه الاولى فين اللي بدات منها؟ في خلال الرحله ديت المحافظه الاولى اللي احنا بدانا منها يعتبر اسوان، من ابو سمبل بالظبط، من عند معبد ابو سمبل. الله، دي كانت بدايه المبادره. معبد ابو سمبل بيقال عليه او بيسموه المشروع الذي وحد العالم، لان بعد بناء السد العالي معبد ابو سمبل كان مهدد بالغرق. صحيح. نتيجه ارتفاع منسوب المياه، والسنه دي مصر بتستضيف قمه المناخ 27 وجميع دول العالم هتبقى موجوده في مصر، فهي كرساله ان احنا محتاجين نتحد تاني عشان نتعاون مع بعض وننقذ جميع المدن المهدده زي صحيح. ما انقذنا معبد ابو سمبل من قبل في مصر. صحيح. فانت من الذكاء انك بدات من الفكره، يعني من فكره من عند ابو سمبل وكده، وشايفك بقى ماشي وواخد الطريق واللوحات اهي الارشاديه بتاعه المحافظات. بدات تمشي، الناس كانت في اهل المحافظات كانوا بيقولوا لك ايه وبيسالوك عن ايه؟ هي الناس طبعا مستغربه، ازاي موتوسيكل كهرباء، انت جاي منين، رايح فين، بتعمل ايه؟ فالناس يعني مستغربين الموضوع الحقيقه، يعني لحد ما بنقعد بقى نتكلم معاهم وبنشرح احنا مين وبنعمل ايه ورايحين فين وكنا فين. احنا حتى الان تقريبا غطينا حوالي 23 محافظه، 27 محافظه، قطعنا حوالي ما يقارب من 11000 كيلو متر خلال 25 يوم. الرحله بدات يوم 10 اكتوبر ومستمره النهارده اليوم تقريبا ال 25 على ما اذكر. تمام. بقى كتير، وان شاء الله مكملين لحد ما نوصل مدينه شرم الشيخ. تمام. ونحضر في نحضر المؤتمر. كمان الرحله، خلال الرحله بنكسر رقمين قياسيين في موسوعه جينيس، الارقام القياسيه. فانت واخدها يعني سياحه ورياضه وكسر لارقام جينيس، يعني يعني واخد ده طريق اسيوط والمنيا. بص الطرق كمان، كلمني على الطرق، يعني انت وانت ماشي كده طرق مصر اللي تم تطويرها دي كلمني عليها، كنت شايفها ازاي وانت على موتوسيكل؟ الحقيقه انا يعني بمارس النشاط ده من حوالي 10 سنين، فكان ليا الحظ ان انا زرت كل محافظات. وهنا انا هسالك قبل 10 سنين وبعد 10 سنين، احكي لي. لا الوضع مختلف تماما تماما، يعني شبكه الطرق اختلفت بشكل كبير جدا. معظم الطرق اللي احنا عدينا عليها طرق جديده، يا طرق بيتم تجديدها وتطويرها، لا في اختلاف رهيب بصراحه في شبكه الطرق بالاخص. انا شايفه الصوره في اطفال، اطفال لابسين ازرق، يبدو كانوا من مدرسه او حاجه. مدرسه، اطفال مدرسه في اسوان. كانوا بيسالوك ايه الاطفال؟ بيسالوا انتوا مين، بتعملوا ايه، فاهماني؟ كنا بنتكلم معاهم ايه الرحله بتاعت قمه المناخ، ايه مؤتمر المناخ، ايه تغير المناخ. ورحنا جامعات وشاركنا في عدد من الفعاليات في محافظات كتير. الرحله هدفها الاساسي رفع الوعي بالتغيرات المناخيه. محتاجين نعرف الناس يعني ايه تغيرات مناخيه، محتاجين نبرز اهميه وخطوره القضيه دي تمام لكل الناس بطريقه بسيطه، باسلوب يقدروا يفهموه، بلغه سهل ان هم يستوعبوها ويوصلوها لبعض. تمام؟ فده كان الهدف الاساسي. تقدر حضرتك تقول ان هو زي ماراثون توعيه. طبعا. بس ماراثون بشكل مختلف، بوسيله انتقال مختلفه. انت عارف كمان يا علي الحقيقه الصور كمان مش بس بتبين جمال مصر، بتبين السياحه، بتبين الاثار، بتبين الوعي، يعني الصوره بتاعت الاهالي تحس ان هم عندهم نوع من انواع الوعي، ان هم كمان عايزين يشاركوا بالفهم معاك. دي وسياحه، انت بدات من ابي سمبل من النيل وهتختم عند البحر الاحمر.
فدي برضو التنوع المصادر اللي موجودة في مصر. دي حاجة. الحاجة بقى الجميلة الصراحة، يعني من أجمل الحاجات اللي الواحد شافها خلال الرحلة قد إيه الناس طيبة وكريمة ومرحبة. يعني إحنا أماكن كتير جدا الناس استضافتنا فيها وما نعرفهاش، لدرجة إن إحنا في أماكن في أسوان مثلا لو دخلنا استراحة على الطريق في بنزينة الناس ما رضتش تحاسبنا. يعني هو يعني طبعا ما دول المصريين يا علي، دول المصريين وجمالهم. يعني الواحد منبهر بصراحه، دول المصريين. انا بحييك على هذه الرحله الجميله البديعه، واللي هي بس مش مجرد ان في مؤتمر وقمه، لا هي عقل المصريين، الافكار وعلى الهامش، لان احنا نقدر نقدم كتير. بشكرك جدا على هذه الرحله الناجحه، واللي اعتقد انها ممكن تكون حاجه حلوه لكل الشباب. المغامر علي عبده، بشكرك. الرحله اللي بداها من ابي سنبل وهتنتهي في شرم الشيخ، وهو دلوقتي في فاضله يعني كام يوم كده ويوصل خلاص شرم الشيخ ويشارك. فزي ما شفتوا بلادنا حلوه والافكار حلوه، وقد ايه الناس لما بتشتغل على حاجه هي كمان، لما يبقى في حاجه في مصر مهمه فتلاقي كل الناس بتشتغل، اللي عنده فكره يعمل مشروع، اللي يقدر يعمل حاجه سياحيه ويشتغل في نفس الوقت. انت كمان بتشوف مصر من جوه. ساعات احنا بنبقى قاعدين في محافظتنا مش عارفين ايه اللي حصل في المحافظات التانيه، مش عارفين كم التنميه اللي حصل، كم الإنجاز اللي حصل، فتبقى الناس قاعدة ومش فاهمة ويقولوا بس كلام. لكن لما بتشوف على أرض الواقع وتشوف علم مصر منور، تحس إن الدنيا حلوة ومكملة خضرة.